النوتيلا في الروبين. ده مش اسم فيلم، ده اللي حاصل في الجزائر. ما يشبه النوتيلا، يشبه الشوكولاتة الذائبة، شوكولاتة سائلة نازلة من الروبين أي من الحنفية، بما يمثل كارثة بيئية وصحية لا يمكن أن تتخيلها. هل تعلم أن المية نازلة في حالة من السواد والوسخة كأنه جاز مثلا بترول خام؟ إزاي أصلا الجعب أي المواسير ينزل منها مية بالشكل ده، وإزاي بعد كده هيتحط فيها مية للاستهلاك الآدمي؟ النوتيلا، مية تشبه النوتيلا هتشوفها دلوقتي، مية سودة نازلة وكثيفة تقيلة. هل معنى ذلك أن خزانات المياه الرئيسية العمومية ملك الدولة كانت بالوساخة دي، فلما قلت المية وحطوا مية تاني زقت ده للقوادس للجعب؟ ولو المواسير أي الجعب مشي فيها المية دي محتاجة كام سنة عشان تنضف بطريقة المياه الجارية فيها؟ وهل الصدى ده كله موجود في المية اللي بيشربوها؟ مية توضح لك كارثة بيئية وإنسانية، وإن الجزائريون يسممون بشكل جماعي. هتشوف المية دلوقتي شيء عجيب على فكرة، أي حد متخصص هيقولك إن دي كارثة، دي يجب أن تقف فيها الدولة وتقوم فيها ما تقعدش. لكن في الجزائر عادي، القرقود دي نوتيلا يا جدك، مالك أنت مش فاهم يا جدك، دي نوتيلا، ده إحنا عملنا لكم الشوكولات، قلنا لكم هنسقيكم الشوكولات في الروبيني. الجزائر الجديدة يا جدك، ادعو لعمك بطيخة نوتيلا، حط بقى هات انت البريزيان وافتح وعبي من روبين يا جدك، ودوش بيه عشان تبقوا كلكم قهويين. يبقى مراد طهاري طلع عنده حق، يا قهويين. وده اللي يخليك ويفسر لك ما قالته خبيرة عن ان الكوليرا لا يمكن ان تنتهي من الجزائر. الكوليرا يا جدك، الكوليرا مرض ما بقاش موجود أصلا، الكوليرا مرض نتيجة الوسخ والوباء. الكوليرا لن تنتهي من الجزائر، لأن المياه عمرها ما كانت نظيفة ولا هتكون نظيفة، واتضح إن عندها حق زي ما هتسمع معايا في الفيديو. شوف الفيديو ده واستنى كمل لك الحكاية. فكرة لو هاحل ما نش عارف هذا كان في شوكو ولا مش عارف شو، ولا هذا يطلع فينا الدولة وقال لك الماما ما سيكم شي ديرك. هذه شبالة دوك نروح نزيدكم شبالة اخرى. عارف ثاني يلا شبالة قولوا ثاني ما صنعوا ولا انا نطع فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. شفت المية نازلة عاملة ازاي؟ ده صدى، ده صدى، صدى فين؟ في الخزان الرئيسي، الخزان الرئيسي اللي بيضخ المية للمنطقة كلها. شفت كمية الصدى دي؟ لو دخلت على كلية واحد يموت. يوميا بيشربوا من ده تخيل، ويدوشوا بيها مسام الجلد، تشوف الصدى دي سموم صدى، معناه ان الخزان صادق ما فيهوش نظافة، معناه أن الجعب أي المواسير صدئة، معناه أن شبكة المياه في الحي ده كله، ده على أحسن تقدير الحي بس، متهالكة مدمرة. وإذا كانت الجعب من الحديد فدي مصيبة سودة، لأن الجعب الرئيسية بتبقى حديد. أما إذا كانت الجعب من البلاستيك فمصيبة أكبر بكتير، لأن ده بيرصب عليها وتفضل بقى المية رايحة جاية تاخد صدى وتدي، مصيبة بكل المقاييس. ده بقى بيئة تنمو فيها البلاوي كلها، الفيروسات والفطريات واللي عايز تقوله قوله، ما يرى بالعين المجردة وما لا يرى بالعين المجردة. عشان كده منتشر عنده كل التيفود والكوليرا زي ما نشرت لك في فيديوهات سابقة، وموجود على جوجل. ممكن تكتب انت على جوجل انتشار الكوليرا في الجزائر، انتشار التيفود في الجزائر، انتشار السيدة أي الإيدز في الجزائر، انتشار أمراض غريبة بين الأطفال في الجزائر، وشوف.
واحدة خبيرة طلعت قالت لهم بالفم المليان في برنامج بيبومد ويقول لها لا ما فيش كوليرا في الجزائر، قلت له لا يمكن تنتهي الكوليرا من الجزائر يا متخلف، لا يمكن، ده احنا ما بنعرفش نغسل ايدينا، المية ملوثة. اسمع واستنى كملك. قضينا على الكوليرا في الجزائر، قلت لك من المعطيات الموجودة. ما تقضيش نقضي على الكوليرا في الجزائر، من الاخر. على هكا باسكو عندك الويدان، عندك مازال وعندك لي بيدونفيل، مازال عندك شعب ما يعرفش يغسل يديه، روح الفيديو تاع الواد هذاك تاع بليده اللي قال لك الواحد ما عندكش المويان، واش حتى الماء ما كانش، الماء ما كانش، الماء ما كانش، الماء ما كانش. متشكرين يا ست الكل، قالتها لك اهي. هي قالت قضينا على الكوليرا طلعت فيه، قالت له اهمد يا قرقور اهمد اهمد اهمد، التغطية والتباوميد ما بتجيبش نتيجة جدك، ما تجيبش نتيجة. هذه هي القوة الضارطة اللي كل ما تكلم جزائري يقول لك اغسل فمك يا ود، اغسل انت زلقيت انت، اهتم بغسيلك انت، احنا غسلينه زي الفل وندوشين وتمام التمام ونشعل بالنقل، تشغلش بالك بينا احنا الحمد لله الامور ماشيه وزي الفل، انت بس انت اغسل، اغسل انت فمك اذا لقيت بالنوتيلا دي، نوتيلا في الجزائر الجديده، النوتيلا في الشوكولاته السايحه، الشوكولاته السايحه في الروبيني فضيحه دي والله العظيم، دي ده يستخدم المياه دي ازاي بما فيها من سموم، دي ده معناه ان الناس دي بتستخدم مية بقالها سنين مسمومة، واستنوا لما ما يبقاش فيه مية عشان يبان الخزانات فيها ايه، ما هو ده جي منين، ده مش بترول يعني، اوعى تفكر ان عبد المجيد بقى يطلع لهم البترول في الروبينيات يعمل بقى، وهتلاقي كل واحد فيهم عامل فيها خليجي يعني صاحب بير بترول، هلا والله، هتلاقي بعد كده تلاقي كل جزائري نازل معاه بقى الجراك نازل يبيعها، هلا والله هلا والله، ويعملوا بقى سوق بقى بترول، البترول بيطلع بيدوش بالبترول ويغسل وشه ببترول، لا مش بترول، ده صدى وسخ، خزانات المياه ما بتتنظفش، في كل المدن في صيانه لخزانات المياه، بيقطعوا المياه يوم في الاسبوع ويقوموا مغسلين الخزانات دي وحاطين معقمات الكلور وغيره، ويقوموا مسربين مكان الغسيل على قدوس فرعي عشان يرمي المية دي، ويقوموا سدين وملين الخزانات بمياه نقية اللي بتعمل ضخ لشبكة المياه، قصة كده، ولها مسؤولين ولها إدارة في شركة المياه متخصصة في تنظيف الخزانات دي أسبوعيا عشان تروح مية نقية، ولذلك تشم ريحة الكلور دائما في المياه بتتنقى. في الجزائر دي ما اتغسلتش من ايام ما فرنسا مشيت، اما تطلع ممكن تطلع المياه صفرة مرة نتيجة تسريب من بعد الغسيل، تتسرب للقوادس تروح للناس تدفع على المياه النقية تطلع مياه صفرة ممكن مرة بسبب تلوث في بعض الجعب الرئيسية يغيروها ممكن مرة، انما بالمنظر باللون ده عمرها ما حصل، اللون ده معناها ان خزانات المياه لم تغسل، ده على ما وصلت للدار عند ده هتلاقي كثافتها اكتر، ده دفعتها مياه نقيه فوصلت للدار، ده دي تلاقيها جوه سودا بقى، طالعه من جوه سودا، معنى ذلك انها ما اتغسلتش من ايام الاحتلال، من ايام ما سابتها فرنسا، وعادي القرقور يشرب احنا لسه هنغسل له يا جدك، ليه يعني فاكر نفسه مين فرانسوا دوزيام، شيء بائس جدا، لذلك مليانين بالاوبئه ومليانين بالامراض ومليانين بالنيله، وفي الاخر هيحموهم بميه سودا عشان يبقوا كلهم قهوي استعدادا لانهم يحطوا صباعهم في الحبر الازرق فيبقى بصبع القهوي كما قال مراد طهاري، سبحان الله طلع مراد طهاري مكشوف عنه الحجاب وبقوا كلهم بصبع القهوي، لا تخرج قبل أن تقول سفخص على دي بشر، دي الحكاية، شوفكم على خير.